أهلا بك معنا. مساء الخير الأخت. إذا سيادة النقيب، لو تضعنا في صورة آخر تدخلاتكم أو حصيلة لمختلف تدخلاتكم لبعض الأمطار التي شهدتها والسيول التي شهدتها ولاية السيارات بشكل عام. بالنسبة لحصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية لولاية يارد، خاصة بداية من يوم أمس وين عرفت يعني تقلبات جوية اللي عرفتها بعض ولايات أخرى على مستوى الوطن، واللي تمثلت أساسا في تهاطل أمطار رعدية معتبرة مست كل تراب الولاية. على كل حال احنا كان جانا يعني تبليغ عن حادث انقلاب شاحنة تحمل ترقيم ولاية تلمسان يوم أمس حوالي الساعة 6 مساء بالمكان المسمى واد بكريمة ببلدية رصفة دائرة عين كرمس. على إثر هذا النداء على كل حال مصالحنا باشرت عملية بحث واسعة جندت لها وسائل مادية وبشرية يعني جد وهامة، تمثلت في 6 وحدات اللي كانت بالقرب من مكان الحادث يعني سخرناها لعملية البحث، وأكثر من 70 عون بالإضافة إلى فرقة الغطاسين وكذلك فرقة الكلاب المدربة. يعني طيلة ليلة أمس كانت عملية البحث جارية، والحمد لله يعني صبيحة هذا اليوم يعني باكر حوالي الساعة 7:15 كللت العملية بنجاح، إن تم العثور على الشخصين المفقودين على كل حال المتوفين ربي يرحمهم، شخصان هما يبلغان من العمر 30 و60 سنة على التوالي، وجدناهم على كل حال على بعد حوالي 4 كيلومتر من مكان الحادث. طيب سيادة النقيب، ذكرت أنه من بين المناطق التي تضررت بكثرة بفعل السيول والأمطار التي شهدتها ولاية تيارت منطقة الرصفة والتي توفي فيها شخصان رحمهم الله، ماذا عن مناطق أخرى؟ هل فيه مناطق متضررة أخرى، خسائر مادية أخرى؟ كانت فيه على كل حال تدخلات، نقدر نقول أكثر من 10 تدخلات على مستوى تراب الولاية، ولكن كانت تدخلات نحمد الله أنه ما كانش فيها خسائر بشرية. سجلنا بعض خسائر، والعملية تمثلت أساسا في امتصاص مياه الأمطار اللي غمرت بعض الطرقات وكذلك بعض الشوارع يعني وهي في بعض البلديات الولاية، وكانت العملية تمت بنجاح. ولكن الحادث الأهم اللي هو كلفنا يعني خسائر بشرية واللي تمثلت في شخصين، ومن هذا المنبر على كل حال حنا كل مرة تجينا فرصة نبعث نداء إلى كل المواطنين وساكنة تيارت حتى على كل سكان الولايات الأخرى مزيد من الحيطه والحذر والتفادي، حتى خاصة بالنسبة لسائقي السيارات، لأنه هذا الحادث كما ذكرت كان تمثل في انقلاب شاحنة، وتفادي كذلك المغامرة يعني بعبور طرقات اللي ما كناش نعرفوها تكون غامرتها المياه، وبالتالي تسبناها هكذا حوادث وتكون العواقب يعني وخيمة. طيب سيادة النقيب، عندما نتحدث عن فيضانات وسيول بولاية تيارت أكيد هناك نقاط سوداء، كل ما تكون هناك أمطار غزيرة وتشهد سيول وفيضانات، هذه المناطق اللي شهدت فيضانات وسيول هل هي نفسها اللي عادة ما تحصل فيها فيضانات وسيول، أم هناك نقاط سوداء جديدة؟ لا، بالنسبة للنقاط السوداء هو على كل حال فيه جهود تبذلها بعض المصالح يعني مصالح مختصة ك يعني الدي تي بي كمصالح الطرقات، كذلك بعض المصالح الأخرى مصالح البلدية، فيه نقاط سوداء يعني كنا نعدوها بالعشرات، فيه تقلص فيما يخص النقاط السوداء وتم القضاء عليها. ولكن احنا هو في بعض الأحيان، في أغلب الأحيان هو تهور، لأنه خاصة لما يكون يعني سائق السيارة أو سائق الشاحنة ويكون في منطقة ربما يجهلها، كما ذكرت بالنسبة للحادث في يوم أمس هو شاحنة يعني قادمة من ولاية تلمسان، ربما هي في حد ذاتها مغامرة. وكذلك احنا نطلب من المواطنين يكون عندهم حس الحصول على المعلومة فيما يخص تطورات الأحوال الجوية خاصة في الفترة هذه، فلما لا يعني نغامر يعني ربما حتى نوصل لإلغاء الرحلة كلية للتفادي للمغامرة خاصة في مناطق ما نعرفهاش. اما بالنسبه للنقاط السوداء اللي ذكرتيها الاخت، احنا في 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 عز يعني حمله تحسيسيه في هذا الموضوع، موضوع الفيضانات، معروفه ولايه تيارت يعني بفيضانيتها وبسقوط امطار معتبره خلال الفتره الشتويه. احنا نقوم بحمله تحسيسيه خاصه في هذه النقاط، احنا ما نسميهاش نقاط سوداء، ولكن اذا تكلمنا مثلا على المناطق الريفيه اللي تكون الساكنه بمحاذاه الوديان، هذو اولى بتحسيسهم خاصه بالنسبه للاطفال المتمدرسين في المناطق الريفيه اثناء ذهابهم ورجوعهم الى الملازم، في خطوره، سجلنا بعض الحوادث السنوات الماضيه. على كل حال فيما يخص النقاط السوداء فيه انخفاض، ولكن تهور بعض السائقين يبقى مستمر وللاسف. الاكيد انه العامل البشري في بعض الحالات هو الذي يتسبب في خسائر بشريه. سياده النقيب رابح بخاري.
والله هذه يعني دراسات كثيرة على مستوى كل دول العالم أثبتت أن العنصر البشري هو اللي يأتي في المرتبة الأولى فيما يخص أسباب حوادث المرور. بالنسبة نقدر نقول حتى أكثر من 90% هو العنصر البشري، تبقى حالة المركبة وحالة الطرقات يعني تجي في مراحل أخرى. فهذا نداءنا مرة أخرى للسائقين للمركبات، خاصة بالنسبة للحافلات. وحنا شفنا على مستوى ولاية يرت كان شهادة أسبوع يعني دموي، أين سجلنا عشرات القتلى فيما يخص حوادث المرور. نتكلم على حوادث المرور المتعلقة الحافلات وكذلك سيارة الأجرة، لكل ما كان حادث إلا وتكون الحافلة جد ثقيلة. النقيب رباح بخاري المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بولاية تيارت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. انتشر لك